السلام عليكم. يطل علينا الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي بمجموعة من الأكاذيب. إحدى هذه الأكاذيب تخصني أنا الصحفي طلال محمود العروقي. طبعا أنا كطلال أعمل في مجال الإعلام منذ عام 2016، عملت في أكثر من إذاعة محلية، وكان آخر هذه مسيرة العمل في الجامعة الإسلامية كمذيع ومقدم برامج في الجامعة الإسلامية، سبقها مذيع في إذاعة القرآن الكريم التعليمية، وبالإضافة إلى عملي كفويس أوفر معلق صوتي في كثير من الأعمال الدولية والعربية وحتى العالمية. يطل علينا اليوم هذا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ويدعي كذبا وافتراءا، ويدعي أنني أنضم إلى مجموعات حماس وكتائب القسام، لكن أريد أن أضحض هذه الأكاذيب. أولاً، هو يدعي أنني منذ عام 2008 انضممت إلى مجموعة حماس. في عام 2008 كان عمري لا يتجاوز ولا يتعدى 16 عاماً، فكيف أنا ابن 16 عاماً، ربما كنت أنهي المرحلة الإعدادية في حينها، كيف انضممت إلى هذه المجموعات؟ وكيف لي أن أعمل في هذا المجال وأنا أصلاً في كثير من الأحيان لم أكن أرى الأهل بسبب ضغوطات العمل التي كانت، إن كان في احتفالات التخرج في الجامعة الإسلامية، المؤتمرات والأعمال الإعلامية الكبيرة والكثيرة. عدا عن ذلك، في عام 2018 أصبت إصابة بليغة في قدمي في مسيرات العودة أثناء تغطية إعلامية، وهذه الإصابة سببت لي إعاقة شبه دائمة وقصر في عظمة الفخذ، وبالتالي لم أعد أستطيع حتى أن أحمل شيء يتعدى 10 كيلوات، وهذه من نصائح الأطباء. فكيف لي أن أعمل في هذه الأعمال التي ادعاها ويدعيها هذا الناطق باسم جيش الاحتلال؟ كل ما جاء من تلفيق وكذب هو حملة تحريضية على قناة الجزيرة وشبكة الجزيرة الإعلامية وموظفيها أو مراسليها هنا في قطاع غزة، ربما ليبرر جرائم استهداف الصحفيين واستهداف النشطاء والإعلاميين، كما حصل على مدار الأيام والأشهر الماضية من أشهر هذه الحرب، كما تم اغتيال الزميل إسماعيل غول والزميل فادي الوحيدي والزميل علي العطار. هو يستهدف شبكة الجزيرة الإعلامية بشكل كامل، وكذلك قبلها وقبلها شيرين أبو عاقلة، وهو كذلك إسماعيل أبو عمر، يعني يستهدف العديد من مراسلين وموظفين ومصورين وإعلامي قناة الجزيرة. هذا الأمر لا يتعدى أكثر من أنه حملة تحريضية من قبل الجيش الإسرائيلي على موظفي وإعلامي قناة الجزيرة وشبكة الجزيرة الإعلامية. Let me preface these remarks with I never ever believe Israeli figures. I've been in the government too long to know that the Israelis are patent liars in their intelligence community, in their propaganda community certainly, and in their leadership. They are inveterate liars. Let me say that again. They are liars. So you can't believe anything that comes out of Jerusalem. It's all propaganda. Let me